الله. بس يا شيخ، عندي اختي كانت لها مشكله، راحت للمحامي وعطتها 300 جنيه عشان جوزها كان عامل مشكله مع اختي، عشان ايه يعني يعمل محاضر لاختي. المهم ان فده الموضوع مع اختي بقى ايه، اختي رجعت في كلامها وهي ايه عايزه تاخد مني 300 جنيه، بس هو راح قال لها انا رحت الاسم بيهم، قالت له خد 100 جنيه حتى ما رحت اديني ال 200، قال لها لا، قالت له خلاص يعني النزاع في 300 جنيه اللي اعطتها اختك للمحامي، هل تاخذها جميعا او المحامي يقول انا صرفتها؟ يتدخل واحد محامي وسيط يفصل بينهما في المساله. لا ما رضاش يديها الفلوس. المهم انا ضغطت وانا معاها عند المحامي، قلت له اديها لها اصل هي منفصله وجوزها ما عادش فلوس اديها 200 وخد ال 100، قال لا انا رحت بيهم الاسم وجبت لك اهي المحاضر وعطيت له. طب ايه السؤال طيب؟ المهم السؤال، رحت انا من غيظي كان في كاتل على الطباخه وانا طالعه قديم كده ابيض، رحت خدته وانا ماشيه سرقت منه عشان غصت من المحامي. المهم ايه، وهو بقى ايه بعد ما نزلنا اتصل بينا لاحظ سمع الدوشه وانا خدته في الكيسه. المهم مشينا، رياض اتصل ما ردناش عليه، بس انا ندمت قلت لا برضه غلط وزعلت، كنت عايزه ارجعه له. راحت اختي قالت له لا ده هو خد مني 300 جنيه المفروض لي 100 بس، حق مراحل الاسم مثلا، جاب رقم المحضرين مثلا. فانا عليا ايه بقى اعمل ايه دلوقتي؟ رد الكتل. ما اختي مش راضيه تدوني، قالت له لا ده هو خد مني 300 جنيه بحاله، وما انا خدته وعطيته لاختي عشان يعني ايه بدل فلوسها اللي هو خدها منها، يعني كتير 300 روح بيهم الاسم، فاهم يا شيخ؟ فانا برضو عمال قلت اللي انا عملته انا غلطانه، انا عملت كده انا زعلت برضو، فاهم؟ فقلت لاختي هترجعه، رحت اختي قالت لا ده واخد حقه، ده خد مني فلوس بزياده. حضرتك معايا؟ الو معاكي. ايه اعمل ايه؟ شفاك الله وعافاك يا رب، شفاك الله وعافاك يا رب. رد الكتل. اوديه يعني اجيب واحد بدله واختي ما ادتهونيش؟ نعم. ولو ما ودتوش يبقى علي اسم يعني؟ تبقى حراميه. ما هو انا بقول حسب انا اعمل وكيل، قال لي ولا يهمك يا فندم. ماشي حبيبتي، بكل برود يقول لي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله ولا تحتنا فيه. ربنا يزيدك يا رب. لو سمحت يا شيخ، هذا التفسير وأنفاته.